بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اهلا وسهلا بكم في مدونه العتال المعلومات. ان شاء الله النهارده هنشرح تطبيق جديد من تطبيقات الاندرويد. وظيفه التطبيق ان هو بيعمل زوم او بيكبر جزء معين في الصوره بالدرجه اللي احنا بنحددها. طبعا رابط تحميل التطبيق هيكون موجود اسفل الفيديو، هتلاقي رابط تدخل عليها هيحولك على المدونه، هتلاقي جواه رابط تحميل التطبيق. طبعا انا مسطب التطبيق زي ما احنا شايفين عندي على التليفون، دي ايقونه التطبيق اسمه زوم. اول حاجه هروح افتح التطبيق، هضغط عليه مره واحده هيبدا يفتح معايا على طول. تمام زي ما احنا شايفين. بعد كده هضغط على علامة الزائد اللي تحت دي عشان ابدأ اختار الصورة اللي انا عايزها من عندي على الجهاز، واختار الجاليري، وبعدين هروح اجيب اي صورة من الصور اللي عندي على الجهاز وليكن مثلا الصورة دي. تمام، بعد كده هدوس على علامة الصح اللي فوق دي عشان اختار الصورة. هتبدأ تنزل جوه التطبيق زي ما احنا شايفين مع بعض. طبعا انا هدلكم الشاشة عشان تشوفوا الصورة بوضوح. تمام زي ما احنا شايفين مع بعض. تمام دلوقتي الصوره اللي احنا شايفينها قدامنا دي فيها اجزاء صغيره، انا محتاج اكبر الاجزاء دي او محتاج اشوفها بوضوح او اعمل زوم عليها. كل اللي عليا باجي ادوس على علامه الزائد الصغيره اللي في الجنب دي اللي هي تاني ايقونه من فوق. تمام، بيعمل لي دايره. الدايره دي هي وظيفتها ان هي بتعمل زوم على الجزء اللي انا بحدده له. فانا لو جيت حركت المؤشر على الجزء اللي انا عايزه كده مثلا على الجزء اللي فوق دوت، خد بالك ان المؤشر رايح ناحية الكائن الصغير او الطائر الصغير ده، فهو بيبدأ يعمل عليه زوم اهو. تمام، بيبدأ يعمل عليه زوم. طب لو حركنا المؤشر الناحية التانية مثلا الطائر دوت او الكائن اللي فوق الشجرة دوت، هيبدأ برضو يعمل عليه زوم زي ما احنا شايفين بدون اي مشاكل. اذا وظيفة التطبيق ان هو بيعمل زوم على الاماكن اللي انا بحددها من خلال المؤشر اللي لونه بنفسجي دوت. طيب انا مثلا محتاج اعمل زوم اكتر على الشكل ده او محتاج اكبره اكتر، بيكون من خلال المؤشر اللي موجود تحت. تمام، المؤشر التاني اللي هو السطر التاني، بسحبه شوية على اليمين كده بيبدأ يعمل زوم معايا زي ما احنا شايفين مع بعض. تمام اهو. طيب لو انا مثلا عايز اعمل زوم على مكان تاني لكن عايز احتفظ بالزوم بتاعي دوت، يعني انا عايز اعمل زوم مثلا الناحية ديت ولكن انا عايز اسيب الزوم ده كده ظاهر، يبقى حاجة ادوس على علامة الزائد دي تاني مرة تانية هيعمل لي زوم جديد. تمام زي ما احنا شايفين مع بعض، وهاجي اجيبه هنا كده مثلا الحتة دي بالطريقة دي. تمام، طبعا اقدر احرك ده كده واحرك ده كده عشان يبقى ايه المنظر واضح بالنسبة لي. يبقى انا عملت زوم على الجزء ده، لا الجزء اللي فوق الشجرة الناحية الشمال، وعملت زوم على الجزء اللي فوق الشجرة الناحية اليمين زي ما احنا شايفين مع بعض. تمام، يبقى انا دلوقتي عملت زوم. طبعا اقدر اكتر، يعني اقدر اعمل اكتر من زوم، ممكن اعمل واحد تالت كمان مش شرط اتنين بس. لو دوست برضه على علامة الزائد اقدر اعمل واحد تالت اهو زي ما احنا شايفين، ممكن اعمل زوم مثلا على الجزء ده. تمام، هنيجي نحدد، هنيجي على ماشي مثلا نخليه هنا كده. تمام، وبعدين هنجيب ده هنا كده. يبقى انا زي ما احنا شايفين مع بعض عملت تلاتة زوم في كذا مكان، المكان ده والمكان ده والمكان ده، كل مؤشر من دول بيعمل زوم على مكان معين في الصورة. طب انا لو محتاج امسح واحد منهم بقف بحدد، بدوس عليه مرة واحدة الدايرة الكبيرة ديت، وبدوس على علامة السلة اللي تحت اللي هي الديليت. تمام، يبدأ زي ما احنا شايفين يتشال معايا على طول بدون اي مشاكل مباشرة، بيتشال معايا على طول اهو. طب انا مثلا محتاج اشيل الزوم اللي على اليمين دوت، بضغط عليه مرة واحدة وبعدين بدوس على السلة اللي تحت بيبدأ يعمل لي ديليت اهو. تمام، لو انا طبعا محتاج اسيف الصورة على الوضع دوت او على الزوم ده، بدوس هنا على سيف بتبدأ تتسيف عندي على الجهاز بتاعي. خلاص، ده بالنسبة لي ان ازاي تعمل زوم على جزء معين في الصورة من خلال التليفون الاندرويد بتاعك. طبعا رابط تحميل التطبيق ده هيكون موجود اسفل الفيديو. يا رب يكون الموضوع سهل وبسيط بالنسبة لكم وتكونوا استفدتوا منه. طبعا يا ريت لو انت اول مرة تشوفنا على اليوتيوب تعمل سبسكرايب للقناة بتاعتنا، ولو انت عجبك الفيديو تعمل لايك وتعمل جوين للجروب بتاعنا على الفيسبوك. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.